بعد انقطاع دام 15 عاما لم تعد الانتخابات العامة ضربا من الخيال، وعقب الإعلان عن انتخابات رئاسية وتشريعية لهذا العام شهد الشارع الفلسطيني ردود أفعال متفاوتة، فبينما يشعر البعض بالرغبة في المشاركة يشكك آخرون في فاعليتها. وفي النظم الديمقراطية تعد المشاركة في العملية الانتخابية هي الخطوة الأساس لتحديد المستقبل وفتح آفاق التغيير. هل سنشارك في العملية الانتخابية ولماذا؟ هل سنترشح ولمن نصوت؟ أو ليست المشاركة الفاعلة ضمانة لنظام سياسي قادر على تقريب البعيد؟ يعني احنا بنتامل انه يكون في تغيير، ولكن انا في داخلي متاكد مش راح يكون في تغيير. حسب التجارب السابقه يعني العالم بيشهد لها انها كانت نزيهه، فاكيد في ثقه. لكن لابد من التغيير، لانه الشباب عندهم عقول، وهي العقول فيها افكار، وافكار رياديه، وافكار تبحث عن التغيير على كل الاصعده. الاعمار مش مقياس لعقل الانسان او وجوده، يعني ممكن يكون شخص ب40 سنه ما يطلع بافكار بناءه زي الافكار الشبابيه الصغيره. الوضع السياسي والوضع الامني يجعل الشباب الفلسطيني في حاله من القلق، وهذا مبرر. كيف سنعمل على انهاء ذلك؟ نعم، بقرارات جديده، رفع القبضه الامنيه، وقف الاعتقال السياسي. يعني أولاً الانتخابات هي حق ديمقراطي، ويجب أن تشارك حتى تكتشف نفسك، تشارك حتى تصنع قرارك، شارك حتى تختار. صوتي للشباب الفلسطيني من الجنسين، شباب وشابات، إن جاء الوقت المناسب اللي أنتوا على الأقل تعطوا صوتكم للأشخاص اللي أنتوا بترتوا إنهم بيمثلوكم. المشاركة في الانتخابات ضرورة من عشان التغيير، بس في بلدنا بتوقع انه كل التجارب اللي قبل بينت انه دور الشباب مغيب، وكل الناس اللي بترشح بتكون لها مصالح مع تنظيمات بس مش مصلحه للشخص، فانا بايد يكونوا كلهم مستقلين. يعني والله الانتخابات الحاليه مهمه جدا جدا، مش الانتخابات الحاليه، كل انتخابات بتتعلق بافراز قياده للشعب الفلسطيني هي انتخابات مهمة جدا، مهمة جدا لأبعد الحدود، لأنه أول حاجة بتشرعن القيادة، ثاني إشي بتعمل على تغيير ودفع دم جديد من القيادات الشابة أو المختصة. خصوصا شبابنا يعني عندهم أفكار بناءة يعني، وعندهم نظرة خلينا نقول عصرية للأشياء، فبالتالي مشاركتهم يعني راح تكون باتجاه يعني يخدم الوضع تاعنا. انه حقنا، احنا حقنا نكون عارفين مين الانسان اللي بده يسمع راينا، مين الانسان اللي بده يبين راينا للعالم، فهذا الاشي من حق الشباب اكيد. اذا بدك تغيري في البلد هاي، الحاكميننا حاليا في البلد كلهم موديل 1950 وانزل. اذا بدك تغيري وتجيبي يعني حكومه قادره على استيعاب حاجات الشباب وتمشي معاهم زي ما بدهم وتوفر لهم فرص عمل، شقق، شغلات زي هيك، لازم يشاركوا في الانتخابات يغيروا الجيل القديم. الجيل القديم لليوم خلص يعني انتهت صلاحيتهم. طبعا لازم يشاركوا عشان يشوفوا قديش هم انه ساهموا او كان في لهم بصمه في هذا الموضوع المهم في مجتمعنا الفلسطيني. اكيد يعني لازم يشوفوا انه في لهم دور، لازم يشوفوا في لهم بصمه في الانتخابات. لازم نشارك مش بس بالانتخابات ونصوت، كمان لازم نشارك بالترشح، لأنه للأسف الشديد وجود الشباب في صنع القرار يعني شبه معدوم يعني، وإذا هو موجود يعني موجود بنسبة كثير ضئيلة وبمناصب معينة يعني انتقائية جدا بتكون. أهمية مشاركة الشباب في النظام السياسي الفلسطيني حتى وفي صناعة، وخاصة صناعة القرار، وبالتالي بتصبح لدى الشباب قيمة مجتمعية، بالإضافة إلى أنه الشاب بيشعر بقيمته في مجتمعه وبدوره الطبيعي في هذا المجتمع، نتيجة لسماح له بدخول في كثير من المساحات. 2006 شاركوا الناس وشاركت فئة الشباب، اليوم هم صاروا كهول وكبار سن، وأيضا حدث انقلاب على الانتخابات بغض النظر، يعني صار انقسام، الحكومة أصبحت حكومتين، الوطن قسم إلى وطنين، البلاد قسمت لبلدين، وحالة اقتتال داخلي ودم يعني وراح ضحيته المئات، وهذا الأمر نحن دفعنا ثمنه من أعمارنا. خيرة شباب الوطن يزج بهم بالسجون على خلفية الانقسام اللي حدث في 2006، لم يكن لنا في دور ولا لكن لنا في يد، فبالتالي الشباب الفلسطيني طبيعي أن يكون متخوف، طبيعي أن يكون قلق،
من التزوير، من القبضة الأمنية، من عدم وجود سقف حريات، من تدخل الاحتلال، من تدخل الخارجي. يعني هاي حالة طبيعية، ولكن إحنا على الفصائل وعلى صناع القرار أن يبذلوا كل ما بوسعهم ليحتووا الشباب والتعامل معهم على أنهم شركاء وليسوا أدوات. ما فيش دور كبير للشباب في الانتخابات القادمة، إنهم محددين هم المعالم بشكل مسبق، بس احنا بنهدف كشباب، مفروض كشباب برضو نحاول قد ما نقدر نغير الصورة الموجودة، لان زي ما حكيت لك بدي احكي لك ان الحكي بس حكي المقاهي او مجرد الحكي على الفيس او تعبير عن اشي غير مرضي بدون اي اشي عملي على الساحة بالنسبة للشباب ما في عندهم فعل سياسي. أعتقد أن الشباب لازم يكون عندهم هم نفسهم رغبة في البداية، يكون عندهم رغبة في العمل السياسي بشكل أكبر، وهم بيقدروا يصنعوا دورهم في المرحلة القادمة بشكل أكبر. الشباب هنا لازم يشاركوا، وهم لازم يمثلوا حالهم ايضا، ولانهم كتله كبيره جدا جدا، وهي الكتله الكبيره لها مطالب على فكره والى تحديات مختلفه، بالاضافه لفكره فرص العمل والتكافؤ والرغبه في التقدم وايجاد الذات. لا، هو ايضا هذول قوه سياسيه. اعتقد انه الشباب هلا دورهم مهم كثير، لانه بتعرفي معظم الشعب الفلسطيني بتميز انه مجتمع فتي، ونسبة الشباب تقريبا تتجاوز 1.5 مليون في العملية الانتخابية من مجموع عدد الناخبين. الشباب بحاجة لتمثيل حقيقي يعني داخل هاي المجالس الثلاثة، فيفترض انه يقوم بعملية الانتخاب لاختيار اشخاص بمثلوا مصالحهم وطموحهم. ما قبل أوسلو الشباب كانوا هم بالصدارة في العملية النضالية والعملية السياسية، وكانوا ينتزعوا موقعهم من خلال النضال والعمل في الجامعات والمدارس وكل المؤسسات الشبابية والأطر الشبابية الأخرى، وكذلك كانت تفعل وتصنع المرأة، إلى أن جاء النظام السياسي بفعل أوسلو الذي أجحف بحق كل هؤلاء، غيبهم ودفعهم للعزوف لأنه لا اعتراف بدورهم رغم يعني تمثيلهم وحضورهم الواسع في المجتمع. مش بس من حقه انه يشارك، لا يجب ان يشارك حتى يقول لكل الاخرين انه هو قادر على انه يعرف ويحدد ويصوب ويشارك ويختار. عمليا اذا انتوا ما انتخبتوا او كنتوا غاضبين على المرشحين أو كنتوا غاضبين على الوطن نتيجة أنه أنتوا تم استثنائكم لفترات طويلة، إجا الوقت المناسب اللي أنتوا على الأقل تعطوا صوتكم للأشخاص اللي أنتوا بترتوا أنهم بيمثلوكم. عليهم استثمار هذه الفرصة، الوطن بحاجة لهم والمجتمع بحاجة لهم. إذن المشاركة في العملية الانتخابية حق لفئات المجتمع كافة، كما أنها أداة لتعزيز فكرة دولة المؤسسات التي نعمل لأجلها جميعاً. نحن في عهد الديمقراطية.